يبدا واحد منكم شوتين نحسب ال 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 يا حبيبي النتائج من هنا من هنا من هذا الخط لازم انت براحتك حمس يا اخونا بالله عشان ابغاها فوق طيب القيم يا باقيس معليش دقيقه يا عمر طيب يلا انا بعطيك الرقم يا ابو يا يوسف يلا يلا نقول بسم الله لفريق المجره الشوتين الاولى لفريق المجره بسم الله يبدا عمر السهلي في الشوط الاولى اللي يقول بسم الله يا عمر يا سهلي حياك الله يا عمر يا سهلي كرت اصفر كرت اصفر فين الكروت يا شيخ فين الكروت كرت اصفر ما بشوف الفار انا شفت في حكم الرايه برا يلا بسم الله ابو غرسة ممكن شويه هنا بعدين هلعب يلا تفضل يا عمر بسم الله العب يا سلام عمر جاب 30 نقطة الشوط الثاني يا عمر يا سلام يا سلام عمر جاب الهدف وهو الثلاثين نقطة يا سلام يا عمر في غير الخمسين ما في غير الخمسين طيب يلا الشوط الثاني لعمر عمر أبو دية على إذنك لو سمحت وين فوق ولا تحت هذه يلا هذه وهذه تجيبها السالب بس فوق يلا يا كابتن يا كابتن ابو ديه يا كابتن يعني ما يصير الكلام هذا حينخصم مني ابو ديه والله هي يعني قريبه يعني الثانيه جاب الزرع ما شاء الله تبارك الله قريبه قريبه الثانيه صفر الاولى ما شاء الله تبارك الله عمر السهلي جاب 30 نقطه في الجوله الاولى عمر جاب كوره واحده حلو حلو غرب عليه عادي ما عندي مشكله انا بالنسبه لي حلو حلو يا سلام سوي ضغط ايه ايه يا سلام يا سلام يلا ابو ديه الان انت عندك هدف حدد هدفك ايش النقطه اللي بتجيبها اثنين اثنين هدف الطيور يلا هدف الطيور يلا ابو ديه عنده الشوط الاولى يبدا ابو ديه الشوط الاولى يلا ابو ديه هذه كرت احمر اخلاق يا شباب الكرة فيها اخلاق الكرة لازم اخلاق يا كنز اخلاق يا شباب اخلاق شوي يلا تفضل يا ابو ديه منو هزع على ابو ديه لا لا ليش النكسه والحركات صفر 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 الكرة الاولى صفر لابو ديه اربكوني اربكون جوا يلا الكرة الثانية لابو ديه يا سلام كانت ولكن فريق همتون في الكورتين في الكورتين اخذ صفر فارس عادي اجيبها على نفس حق خويي والله انت كلك ذوق عادي يلا يلا عادي يلا باقي شوط ثاني نبدا الشوط الثاني مع فريق نبدا تخدمني كذا طيب نبدا الشوط الثاني باذن الله تعالى بس خلاص نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل نطلع الفاصل